لم تكد تنتهي جولة الصراع على النفوذ والهيمنة بين المؤسسة العسكرية وحكومة حزب العدالة والتنمية لتبدأ جولة جديدة تستهدف هذه المرة الحد من صلاحيات النظام القضائي الذي يمثل عادة حصنا للعلمانيين. إصلاحات ستفتح الباب لنقاشات قد تتجه للتصعيد. فهو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يشهر السيف في وجه القضاء معلنا عزمه عرض مشروع إصلاحات جذرية على البرلمان نهاية الشهر الحالي، حتى ولو كلف الأمر اللجوء إلى الشعب من خلال استفتاء على هذه الإصلاحات. ليس مقصود إجراء تعديلة كلية في الدستور، وإنما تلك التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي. سنحاول الحصول على تأييد داخل البرلمان وخارجه، وإذا فشلنا في التوصل إلى وفاق سنلجأ إلى الشعب عبر استفتاء ليعرف الجميع حينها من هو الذي يقف في طريق ترسيخ الديمقراطية في البلاد. فحكومة حزب العدالة التي فوتت العام الماضي فرصة ثمينة لتغيير الدستور الحالي الذي وضعه الجيش عقب انقلاب عام 1981 واستبداله بدستور مدني، تسعى من خلال هذه الإصلاحات في نظام القضاء إلى تغيير في بنية المحكمة الدستورية من خلال رفع عدد أعضائها من 11 إلى 21 قاضيا، على أن يتم تعيين 7 منهم من قبل البرلمان، فيما يقضي الإصلاح الآخر في نظام القضاء إلى الحد من صلاحيات مجلس القضاء ومدعي العام ومنح هذه الصلاحيات إلى وزارة العدل، لا سيما في قضية تعيين القضاء سواء كانوا قضاة حكم أم ادعاء. هناك حاجة ملحة لإجراء مثل هذه التعديلات، فكل 12 عاما يعود النقاش إلى وجود مخطط انقلاب، والسبب يعود إلى الدستور الحال الذي وضعه العسكر ومنحهم صلاحيات تفوق الحكومة التي يتم اختيارها من قبل الشعب، وبالتالي يجب أن ينتهي هذا الوضع الغير عادي بشكل ما وحاسم. هي إصلاحات، وكما يقول المراقبون ستزيد من الشكوك والانتقادات الموجهة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية المتهمة باستغلال أغلبيتها المريحة داخل البرلمان للسيطرة على مؤسسات الدولة بعد سيطرتها على الحكم ورأس الهرم السياسي في تركيا الذي يتمثل في رئاسة الجمهورية. نحن لا نرى بأن حكومة حزب العدالة والتنمية الصادقة في توجهاتها ونواياها، ونعتقد أن 7 سنوات من الحكم تسعى لتطبيق مشاريع خفية تدعم مصالحها أكثر من حرصها على ديمقراطية هذا البلد. بوادر أزمة جديدة ستنعكس بحسب المتابعين للشأن التركي آخر صراع على النفوذ والهيمنة بين العلمانيين وحكومة العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية، صراع قد يخلق وضعا غير عادي ينطوي على خطر التحول إلى أزمة سياسية ما لم تحسن الحكومة الإمساك بزمام الأمور. حكومة حزب العدالة والتنمية وبرأي المراقبين دخل طريقا لا عودة فيه، فهي تواجه تحديات تتمثل بمدى قدرتها في فرض سيطرتها على كامل مؤسسات الدولة من جهة، ومدى نجاحها في كسب تأييد لهذه الإصلاحات، وهي وإن نجحت في تمريرها ستضمن لها البقاء في السلطة ربما لسنوات. بشر فهمي، الحرة.